مشاهدينا، وحول استمرار العقوبات الأمريكية على إيران وتصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذا الفرصة. حياكم الله. إيران تنتقد حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، إلى أي مدى استطاعت إيران الإفلات من العقوبات الأمريكية واستفادت من إيرادات النفط المهرب؟ يعني حقيقة سياسة الضغط الغصب التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة ضد إيران استطاعت أن تغلق صادرات إيران من النفط إلى حدود 10%، مما زاد من وطأة وقوة العقوبات على إيران. وهذه يعني السياسات استطاعت ان تفرض قيودا وتجر إيران الى طاوله المفاوضات للجوله الثامنه الذي الان موجوده في فيينا. فسياسه امريكا الجديده برئاسه بايدن ايضا مستمره في نفس السياق، ولكن للاسف الشديد فشلت حتى الان جهود احياء الاتفاق الذي فرض على إيران قيودا كثيره مقابل تخفيف مقابل يعني مشاركتها في هذه المفاوضات، لكن حتى الان هنالك بالواقع يعني جهود غير جاده من قبل الايرانيين في هذه المفاوضات، لا سيما من قبل السيد باغر كني الذي يترأس الوفد الايراني، مما ازدادت حاله التوصل الى اتفاق اكثر سوءا. طيب، ما بدا تأثير العقوبات الأمريكية على إيران بالجانب الاقتصادي والعسكري؟ في الشهرين الماضيين الجولة الثالثة الآن الذي نشهدها من جانب أمريكا على الشركات الصينية والإماراتية والآسيوية التي تعاملت مع إيران، وهذه هي حقيقة قل نظيرها في ظل إدارة بايدن. لأنه الديمقراطيين دائما كانوا يتهادنون مع إيران ودائما يبحثوا عن حلول دبلوماسية، لكن هذه العقوبات هي ورقة ضغط قوية توجه لإيران من قبل إدارة بايدن. أي بأن نحن لا نتهادن مع أي انفلات. وبالواقع هذه هي العقوبات ضغطت واستطاعت أن تضرب الاقتصاد الإيراني من داخل. اليوم حالة الفقر يعني وصلت إلى نسب خطيرة جدا جدا، الانكماش الاقتصادي، التضخم موجود في إيران، هنالك يعني حالات يعني مظاهرات بالعشرات، عصيان مدني، ضغط شعبي على الحكومة. كل هذه الأمور هي تضغط على حكومة السيد رئيسي ويعني تبحث وتطلب منه إلى أن يصل إلى اتفاق. ونحن نتابع كثير من السوشيال ميديا، كثير من الخبراء اليانيين يضغطون على الحكومة حتى تصل إلى صيغة معينة للوصول إلى اتفاق نووي يستطيع أن يخرج إيران من المأزق الحالي، لا سيما المأزق الاقتصادي. يعني ونحن نرى إيران وكيف ينهار التومان والعملة الإيرانية، هل يمكن أن تجد إيران من دول الجوار وأصحاب المصالح التجارية ربما مناصرة من أجل مصالحها، أم أن أمريكا فعلا تضع في حساباتها مصالح تلك الدول، ما يعني أنها ستعمل على عزل إيران من المنطقة أو لا تدعها تستفيد من الدول كما استفادت من العراق فترة طويلة؟ يعني إيران بصراحة في ضيق استراتيجي زي الضيق الاستراتيجي الذي كان موجود على العراق فترة التسعينيات. إيران محاصرة من كل مكان، لكن للأسف الشديد هنالك عدد من الدول وعدد من الكانتونات تعمل مع إيران، ما زالت منها حكومة العراق، منها حكومة باكستان على الحدود المنفلتة بين بلوشستانيان وبلوشستان باكستان، منها بعض من الدول الإقليمية، منها الإمارات مثلا على سبيل المثال، الذي الآن وفرضت عليها أمريكا على بعض الشركات الإماراتية. لذلك أنا أعتقد أن تلك الدول هي استطاعت، العراق، أفغانستان وباكستان، استطاعت أن تقلل من هذا الضغط الهائل على إيران. لكن حتى الآن الجانب البتروكيماويات والبترول الإيراني ما زال بحاجة إلى دعم، ما زال بحاجة إلى حرية لبيع. إيران الآن تبيع النفط 40% تحت الأسواق بحدود المليون ونصف برميل من النفط، 100 مليون برميل ايراني عائم على البحار في حاملات وناقلات البترول في المياه،
وكل هذا نتيجة الضغط ونتيجة تهديد أمريكا لكثير من الدول بعدم شراء النفط الإيراني، لا سيما الآن بعد أزمة روسيا وأوكرانيا. الصين الذي هو أكبر عميل وأكبر مشتري لنفط إيران هو أيضا ابتعد من إيران وبدأ يشتري النفط بأسعار أرخص من روسيا. لذلك كل هذه المؤشرات هي تشير وبالضرورة يعني تكون نعم. مجموعة من العوامل التي تضغط على إيران وتضغط على حكومة إيران وتعطي الضوء الأخضر للحكومة الأمريكية بأن العقوبات التي فرضت على إيران هي بالضرورة أتت بنتائج إيجابية وأتت بنتائج سلبية للنظام الإيراني، لا سيما الآن في هذه المرحلة الذي يطلب من إيران الحضور إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد والابتعاد عن هذه المعاترات وهذه التهديدات بالوصول الى قنبله نوويه. فكل المؤشرات تشير الى ان ايران الان تنطلق من منطلق ضعف في موضوع الاتفاق النووي. طيب ونحن نتحدث عن هذه النقطه بالتحديد وفي ظل تعثر المفاوضات النوويه، هل تعتقد انه مع الضغط الذي تمارسه امريكا على ايران يمكن ان يدفع ايران الى الرضوء والاستمرار بالاتفاق النووي؟ لا يمكن، لا سيما بعد مجيء بوتين الى ايران واعطائه تطمينات للنظام الايراني، والان ونحن نرى ان الحرس الثوري استطاع ان يسيطر على كل مؤسسات الدوله التنفيذيه، وخامنئي الولي الفقيه هو الاكثر شخصيه متشدده داخل ايران يبحث عن الوصول الى قنبله نوويه بحجه تهديد للعالم، يعني هم يبحثون عن تثبيت قوتهم من خلال التهديد بأنهم يمتلكوا السلاح النووي، وهذه تعطيهم الاستمرارية في حال أن وصلوا إليها. وكل المؤشرات تشير إلى أن النظام الإيراني بعد ما حتى الوكالة أيدت هذا تخصيبهم ونسب تخصيبهم من 60 إلى 90% بحدود 42 كيلوغرام، هذا هو مؤشر بوصولهم وباقترابهم من صنع السلاح النووي. لذلك أنا أعتقد أن إيران وهي غير جادة في المفاوضات هي تبحث عن شراء الوقت وتهرب إلى الأمام حتى تستطيع أن تفاوض القارب من منطلق قوة بعد ما وصلت إلى قنبلة نووية. السيد طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية من أوسلو، شكرا جزيلا لك.